السلام عليكم إخواني المغاربة. أنا مصطفى حيدود، مقدم لكم نفسي. أنا مصطفى حيدود، كنسكن في العطاوية إقليم قلعة السراغنة. بغيت ننور الرأي العام بأكبر عملية نصب في المغرب. هذه العملية ديال النصب فوق الخيال. بغيت نكلم لكم على أكبر مشروع تجاري بالعطاوية، اللي عبارة عن مقهى اللي عندها ثلاثة الواجهات وثلاثة البيبان. من جهة كتشوف في الطاكسيات ديال مراكش، ومن جهة كتشوف في الطريق الرابطة بين مراكش ودمنات وقريبا ملتقى الطرق. هذا المقهى تم الاستيلاء عليها بدون أي وثيقة تذكر، كما كنقولوا قلعوا لنا ديالنا بدون وثائق. التفاصيل التفاصيل هذا المقهى كان كاريها العم ديالي من 1994 من عند كان كل شهر كيعطيه توصيل ديال الكراء. توفى عمي وتوفى الحاج بادو، بقى ورثة عمي ورثة كيأدي واجبات الكراء لورثة. وصلت 2013، جا واحد النصاب كينصب الدين من قبيلة الحمادنة، عنده حاليا عنده زين ديال الزيتون بين مراكش بين تملالت والعطاوية، وعنده مركب صغير بين وعنده مركب صغير بين العطاوية وورقي، وملياردير ورجل أعمال. هذا النصاب من اللي جا شرى بلوك بادو كامل، وبلوك بادو كما كتعرفوا الإخوة الكرام، هذا البلوك ديال بادو في هذه المقاهي اللي عندها المساحة ديالها كبيرة، اللي هي أكبر مشروع تجاري في العطاوية، السونتر ديال العطاوية، وسط العطاوية، قلب العطاوية. هاد السيد هذا شرى هاد المقهى هادي، عندنا الاصل التجاري، عندنا الضريبه في سميتنا، عندنا التواصل في سميتنا، عندنا جميع الوثائق في سميتنا. المقهى مثلا اللي كتجيب مليار ونص غادي يقدر يكون شراها ب 20 مليون ولا 25 مليون، على إذن باش يبقى يتخلص في الكرة، على لان شرى الوعاء العقاري. هاد المصطلح هذا كيفهموه المحامين، شرى الوعاء العقاري، لان راه كاين تما وشرى شرب لوك بادو تقريبا كامل، كاين اللي كاري من 1984، كاين اللي كاري. المهم راه المغرب تقريبا 90% كلشي غير كاري، ولكن حنا راه ماشي كرا، هذا شرا غير الوعاء العقاري. هاد السيد بدا كيتحايل على هاد المقهى، بدا كيتحايل عليها باش يديها بالنصب والتزوير وبدون وشي حق. الحيلة الأولى اللي دار جا بغا يهدمها فوق القانون بدون أي وثيقة، لأن هاد السيد جاهل، ما قاري ما والو، جاهل وكيسحب السلطه هي اللي كتحكم، كيسحب المال هو اللي كيحكم في نظره في العقليه تاعته، لان عقليته مسخه كتبان ليه بان الاموال حيت عنده اموال طائله كيسحبها هي اللي كتحكم في العقل ديالو بان الاموال هي اللي كتحكم. هاد السيد هذا قلنا شرا هاد العقار في 2013، بقينا كنخلصوا ليه الكرة. المهم بدا كيتحايل عليه، المرة الثانية مشى عند رئيس بلدية العطاوية والبرلماني السابق الذي أطيح به في الانتخابات الأخيرة، أعطاه وثيقة مزورة بأن هذا المقهى آيل السقوط. الدليل على هذه الوثيقة بأنها مزورة، هذا المقهى راكم عارفين الإخوان فيه كتوج في بلوك بادو، بلوك بادو راه كبير، والمقهى هي اللي في السونتر ديالو وهي كبيرة ومبنيين في نفس الفترة. هل يعقل بأن المقهى آيل السقوط والبلوك كله ماشي آيل السقوط؟
هذا راه بين نصب وبين احتيال، وقال لي كيعرف واحد زائد اثنان كيعرف هادشي بلاد زوير. وهاد الوثيقة راه كتعطيها لجنة مختصة من العمالة وما عطاتهاش اللجنة، هاد رئيس البلدية عطاها فوق القانون. المهم هاد الوثيقة ما هدم بيهاش. هاد السيد في 2021 خرجنا مفوض قضائي وخلصنا ليه آخر توصيل، بحال بنقولوا غفلنا، رخى علينا شي يامات وغفلنا. أعطتنا المحكمة أجال ديال 15 يوم وخرجنا مفوض قضائي وتسلم تسلم عرض عيني وتسلم المبلغ دياله كامل اللي هو قريب 9 مليون ووقع والمبلغ ورجعوا الوثائق للمحكمة. إذن هاد السيد خلصناه. هما ربط الفراس اللي بنهضر عليكم الأخوان المغاربة. مشى من اللي خلصناه بعد شهر ولا شهرين مشى يشرى هاد المقهى، السجل الأصل التجاري ديال هاد المقهى مشى يشراه من المحكمة من عند شخصين ما عندهم حتى علاقة بهاد المحكمة. ما هذا هو مربط الفراس، مشى يشرى هاد المقهى، شرى الأصل التجاري ديال هاد المقهى من عند شخصين ما عندهم به حتى شي علاقة وما عندهم به حتى عقود سديد كما كيقولوا عليها، ولا يملكون فيها قطعة قطمير. هل يعقل هذا؟ هاد الشيء راه دقيق اللي كنتكلموا بالوثائق. شراها من عند هاد الناس، شرا النصب والاحتيال. هو نصاب وهذاك اللي باع نصاب، هو نصاب وهذاك اللي باع ليه نصاب، لأن باع ليه بدون أي وثيقة تذكر. بحال هاد الإنسان اللي واقف قدامي هو اللي باع. ربما المغاربة يقدروا يجي يتطرح بعد السؤال يقولوا ربما هاد القهوة حين كان تماطل، ما كان تماطل في شي حاجة، راه قلنا تخلص والدليل بأنها تباعت في اسم شخصين ما عندهم حتى شي علاقة. هاد الشخص اللي تبعت سميتو أنا غنقول لكم اش دايرين، عندهم وثيقة ديال التخربيق. كان سبق لي واحد السيد منهم، واحد عام منصوب عليه، مشى عند كاتب عمومي ودار شركة مع واحد آخر بدون ما عندهم حتى شي وثيقة، داروا شركة بأن حنا مشاركين هاد المقهى هادي. حنا مشاركين هاد المقهى بدون ما عندهم ريجيس كوميرس، ما عندهم ضريب لا ريجيس كوميرس اللي فهموا الناس يقولوا ربما عندهم الأصل التجاري مزور، ما عندهمش الأصل التجاري لا مزور ولا غير مزور، ما عندهم الضريبة لا مزورة ولا غير مزورة، ما عندهم التواصل لا مزورين ولا غير مزورين، ما عندهم حتى شي وثيقة، وباعوا لنا وشرا من عندهم وباعوا هاد الشيء. ما فهمتش هذا اش بنقول، هذا كيتسمى قلعوا لنا ديالنا، استولوا عليه بالقوة. هذا ما كيتسماش نصب، النصب كيكون مبني على شي حاجة، كيكون مبني على شي وثيقة ولا هذا، راه قلعوا لنا ديالنا بالعلالي أمام الملاء وما فهمتش اش كيتسمى هذا. شاد الناس المسؤولين اش كيقولوا؟ خويا ملي تبعت المقهى خرج هاد السيد هاد النصاب هذا هاد الحمداني اللي من الحمادنة واللي كيدعي الإسلام وكينصب اسم الدين وكيبين راسه بأنه محسن، هدم لنا المقهى، تهدمات، خرجوا السلطات هدموا المقهى بدون وجه حق، هدموها وشردونا، وحنا عدة عائلات شردوا، وأنا أصبحت كنعاني من اكتئاب حاد، كنعس على الدواء وعندي ما يثبت ذلك، وهما السبب في هادشي، وعندي وليدات غير كاري، وهاد الناس شردونا. أش درت أنايا؟ أنا راه مشيت للرباط، مشيت لعند السي الحاج عبد النباوي، درت عنده شكاية، وقدم لي واحد المسؤول، ودرت شكاية، ومشيت للنيابة العامة في الرباط عند السي حسن المولاي الداكي، درت عنده شكاية، حاليا دروك يقدموا لي مسؤول كل مرة، حاليا مثلا باختصار درت عند مولاي الحسن الداكي تقريبا 5 شكايات، ودرت عند المجلس الأعلى للقضاء 4 شكايات. وقالوا لي راه الشكايات ديالك في طور الانجاز، منذ دروك تقريبا واش 5 شهور ولا 4 شهور هما في طور الانجاز، وانا كنطالب بالفرقه الوطنيه اللي بغيتها تبحث لي في هذا الشيء. ودرت عند وزاره العدل 2 شكايات في عين المكان، ديما كنهضر انا بعين المكان، وقالوا لي ماشي، هضرت معايا المفتشيه العامه، راه باقي عندي التليفون ديالها، المفتشه العامه ديال وزاره العدل، وقالت لي هذا راه ماشي من الاختصاص ديالنا، راه صيفطنا الملف ديالك لعند سي حسن الداكي رئيس النيابة العامة، والملفات اللي عندي في النيابة العامة قالوا لي راه حلناهم على السلطة القضائية،
والملفات ديالي دروك راه كلهم كاينين عند السلطه القضائيه العليا اللي في الرباط اللي كيتراسها السيد الحاج عبد النباوي، وراه كيقولوا لي راه البحث خدام وكاين السريه في البحث، ولكن انا كنطالب بالشرطه القضائيه تدخل على الخط. وهاد الناس راهم شردونا، راه سكت هي موت، راه ما غنسكتش. وهاد الناس راهم كيديروا الفتنه، وهاد الناس راهم اخطر شر على البلاد، وبلادنا امنه وحسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.